وين الضمير العالمي؟ في عالم إنساني، عالم حر، وين العالم الحر؟ في عالم حر في الدنيا؟ لعنة الله عليهم. كل واحد سايبنا لحالنا في وجه النازيين هذول، لعنة الله عليهم. احنا سامعين هذا، سكروا كل الابواب، سكروا علينا كل الابواب الشباب. بس لما صارت الجرحى بتتهل صاروا يفتحوا ويحكون برضو قنابل الغاز كيف على النساء ولا والله. احنا اول شيء كانوا في المصلى القبلي والابواب مفتحه ملان مصليين، رموا غاز عليهم والناس اتخنقوا، وانا كنت في صلاة باب الرحمه قبل نص ساعه اجوا رموا علينا قنابل صوت واجوا بوحشيه وكل دايم قالوا يلا برا برا برا، حتى احنا في شيء هي شايف الفريقتين مشتعل بعضها وفي ناس شباب حاسين الشباب بضربوهم، قالوا يلا يلا يطلعوا كلام من هالسفالة وجابوا لهم قالوا يطلع من الغاز. احنا الوضع بالقدس مش مريح لكل الناس لكل المسلمين، هم عمالهم بيعملوا بلبلة عشان بس يمنعوا الناس تدخل على الأقصى. الوضع زي ما انت شايف هاي مخلين يدخلوا على الحرم، في اكثر من 200 اصابه جوا وتاع الحرم قاعد بنادي، احنا مش عارفين نحكي لك مش عارف بدنا نسوي. الامانه اني حزين على الوضع اللي جوا. شو هذا؟ اكثر من 200 اصابه في جوا يا زلمه، حرام. مش قادرين نخلينا ندخل على الكلام ولا اي مسلم، هاي قاعدين كلياتنا باب المنزل باب الصباط او كل المحلات مزكره ولا باب مفتوح. هذا شو بدنا نعمل يعني؟ هذه الحياة. مصطفى بي We start to get ready to wait for the لون برائي فني سيد عز لو ما فري لخم كيف افلاني لو ما فري لخم لا